قياس حقائق وأرقام. ما هي رؤية ورسالة وأهداف المركز الوطني للقياس والتقويم؟ كم عدد الجهات التي استفادت من المركز الوطني للقياس والتقويم؟ ما هي آثار اختبارات القياس على المجتمع حتى هذه اللحظة؟ ماذا قدم قياس للمجتمع؟ وماذا تعني اختبارات القياس والتقويم؟ كل هذا نناقشه بإذن الله في برنامجكم قياس على قناة بداية الفضائية كل سبت بعد صلاة المغرب بإذن الله.